أنا طالب في المرحلة الثانوية، لم أكن أهتم بالتعليم على الإطلاق، ولهذا كان الجميع ينادونني دائماً بالفاشل، حتى والدي اللذان من المفترض أن يشجعاني كانا ينادونني بالراسب، على الرغم من أني لا أحب المذاكرة، إلا أنني في الواقع كنت أنتظر أي كلمة تجعلني على أقل تقدير. أحاول جاهداً من أجل تحقيق النجاح في الدراسة، كنت دائماً أشعر بالعجز، فلا أحد يثق في، ولأنه لا أحد من عائلتي كانت لديه الثقة بأني سوف أنجح، انعدمت تماماً ثقتي في نفسي. اقترب موعد الاختبارات وأنا لم أدرس بعد، لا أدري من أين أبدأ وماذا أفعل، أشعر أني سوف أغرق بدون عودة. لم يتبقى على موعد الاختبارات سوى شهر واحد فقط، وكل ما أسمعه من إخوتي وأبي وأمي هو أنني إذا نجحت سوف تكون معجزة، على الرغم من أنهم قد يقولون هذه الكلمات على سبيل المزاح، إلا أن هذه الكلمات كانت تسبب الألم الشديد لي. جاء موعد الاختبارات والآن لم أتحلى بالعزيمة اللازمة، رسبت في الاختبارات. زادت حالتي سوءا حيث صب الجميع غضبهم علي، لم يعد أحد من أفراد عائلتي يناديني باسمي، بل أصبح اسمي الجديد هو الراسب. كنت أجلس في غرفتي لساعات طويلة أبكي وحيدا، لأنني لم أجد التشجيع اللازم، التشجيع الذي من شأنه أن يغير حالي إلى الأفضل. في يوم من الأيام وبينما كنت جالسا في غرفتي وحيدا، تبادر إلى ذهني شيء جميل جدا، تخيلت أني التحقت بإحدى الجامعات المعروفة وتخرجت منها لابدأ العمل في إحدى الشركات المرموقة. يا لهي كم هذا جميل! بدأت أسأل نفسي قائلا، لماذا لا أقوم بتحويل هذا الحلم إلى واقع؟ لماذا لا أدرس بجد واجتهاد لكي أثبت لجميع المحيطين بي إني ناجح ولست فاشل؟ اتخذت القرار، سوف أبدأ العمل ومن الآن. كنا في منتصف العطلة الصيفية، ولكن هذا لم يمنعني من البدء في المذاكرة. كانت لدي رغبة قوية في تغيير حالي والوصول إلى هدفي، وهو دخول الجامعة العام القادم. بالرغم من أن عائلتي لم تكف عن مناداتي بالراسب والفاشل، إلا أنني أصبحت لا ألتفت لمثل هذه الكلمات. أغلقت باب غرفتي وبدأت أدرس بكل جد واجتهاد. مرت الشهور سريعا واقترب موعد اختبارات العام الجديد، ولكن هذه المرة لم تكن مثل السابقة. هذا العام أنا مستعد وسوف أري الجميع من حولي إني أستحق أن أنجح، وأني لست إنسانا فاشلا كما يعتقد الجميع. حان موعد الاختبارات التي كانت مختلفة تماما عن العام السابق. في هذا العام ولاني درست بجد، كنت أشعر بأن النجاح قريب جدا مني. بالفعل ظهرت نتيجة الاختبارات ونجحت بمعدل 6.3 من 10، وهو معدل جيد بالنسبة للطلاب في المرحلة الثانوية. التحقت بالجامعة ودرست علوم الحاسب. حسناً، الجامعة عالم آخر مختلف تماماً عن المدرسة، فضلاً عن أن علوم الحاسب من أكثر الكليات تعقيداً، يكفي فقط أن الدراسة بها باللغة الإنجليزية. في الواقع كنت أواجه الكثير من الصعوبات في السنة الأولى من دراستي بالجامعة، لم أدري ماذا أفعل ولا أخفي عليكم. تبدل حالي من الرغبة في تحقيق النجاح إلى الخوف من الفشل، ولأن عزيمتي انتهت وأصبحت خائفا جدا. حدث ما كنت أخشاه، لم أتمكن من النجاح في العام الجامعي الأول، بدا الأمر لي مستحيلا أن أتمكن من التخرج من هذه الجامعة. شعرت وكأنني في حاجة إلى معجزة لكي أنجح ولو حتى في العام الأول. تعرفت إلى شاب في العام الأخير من الجامعة وهو أيضا يدرس علوم الحاسب، أرشدني هذا الشاب إلى طريقة للمذاكرة تناسبني. في الواقع أصبح الأمر أسهل بالنسبة لي، كنت أتمنى لو قابلت هذا الشاب في وقت باكر. على الرغم من سعادتي لأني عثرت على الطريقة المناسبة للمذاكرة، ألا أنني كنت غاضبا جدا من نفسي لأني سمحت لليأس أن يتسلل إلى قلبي. في النهاية تمكنت من اجتياز العام الأول فالثاني حتى تحقق حلمي وتخرجت من الجامعة. ليس هذا فقط، بل تمكنت من الحصول على وظيفة مناسبة في إحدى شركات البرمجة، لتأكد في النهاية إن النجاح في الدراسة مرتبط بمدى ثقتك في نفسك.